بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار الذي يدبر جميع الأمور، وما أدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية هذه القاعدة الأولى التي يتميز بها المشرك من الموحد، أن تعلم وتتيقن أن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة وكفار قريش وكفار العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام. كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار مسبب الأسباب بيده كل شيء، ومع ذلك ما هذا التوحيد الذي أقروا به هو توحيد الربوبية ما أدخلهم في الإسلام ولا أخرجهم من الشرك، بل مع ذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم أشركوا في توحيد العبادة والألوهية. ما يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية، ما يكفي توحيد الربوبية وحده، بل لا بد أن تضم إليه توحيد الألوهية. الدليل على أن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية ذكر المؤلف رحمه الله الآية، وهي قول الله تعالى في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل يا محمد الكفار للمشركين من يرزقكم من السماء والأرض، من الذي يرزق؟ أما يملك السماء والأبصار، من الذي يملك السماء والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت؟ ومن الذي يخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ ماذا يقولون؟ فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذا هم مقرين بها، والمؤلف اقتصر على آية، هناك آيات كثيرة مثل قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. وقال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إذن هم مقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك ما نفعهم هذا الإقرار. لماذا؟ لأنهم أشركوا في توحيد العبادة والألوهية. لا بد من التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. من أقر بأحدهما دون الآخر لا يكون موحدا. لا بد أن يوحد الله في الربوبية والألوهية. نعم.